ازيكم يا احلى متابعين قناه ماينكرافت بالعربي. مؤخرا جات لي رسائل كتير قوي ان انا ساحب على سلسله تعليم ماينكرافت مبتدئين، بس حرفيا يا شباب انا محبط جدا، خصوصا بعد الفيديو اللي عملته عن الوادر سكاتن فارم. وللاسف يعني اعتقد كده ان انتوا اللي سحبتوا على دعم القناه، ما بقاش في حد يعمل لايك، ما بقاش في حد يعمل كومنت، ما بقاش في حد حتى يشارك الفيديو مع صحابه. في فيديو الوادر سكاتن فارم قدرنا نحصل على 14 راس وادر سكيلتون حرفيا في 10 دقائق. اما في الفيديو ده بقى يا شباب، فاحنا ان شاء الله هنروح نستكشف الودلاند مانشن اللي انتوا طلبتوها مني في التعليقات. يا ريت تعملوا لايك بقى. هنحتاج معانا تورتشز كتير، على الاقل 2 ستاك عشان هنشمع بيه كل قصر البيلجر ده. كمان مزرعه قصب السكر هتكون مفيده جدا هنا عشان نحصل على ورق كتير، لان احنا هنقايضه مع القروي صانع الخرايط. وطبعا قاعده التجاره مع القرويين حرفيا من اهم الحاجات اللي لازم نعملها في ماينكرافت، عشان ببساطه نقدر نحصل على كل المقايضات باسعار قليله جدا. هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف لو حابين تطبقوها في العالم بتاعكم. ببساطه هفضل اقايض مع القروي اللي بيرسم الخرايط ده لحد ما المستوى بتاعه يعلى مرتين. في الحاله دي هلاقي انه بقى عنده مقايضه جديده، هي الودلاند اكسبلورر ماب. احنا قبل كده استكشفنا الاوشن اكسبلورر ماب اللي كانت بتودينا لمعبد الماء، اما الودلاند اكسبلورر ماب دي عباره عن خريطه هتودينا لمكان قصر البيلجرز او الودلاند مانشن. برضه زي ما اتعلمنا مع بعض، عشان نوصل للمكان اللي على الخريطه بنلاحظ النقطه البيضه هي النقطه اللي انا واقف فيها دلوقتي على الخريطه، اما قصر البيلجرز مدام فوق كده يبقى هو في اتجاه الشمال، يبقى انا لازم افتح F3 واشوف الاحداثيات. حاليا مكتوب نورث بمعنى شمال يا شباب. وده كان شرح مبسط لاستخدام الخريطه في ماينكرافت. وغالبا قصر البيلجرز بيكون بعيد عن المكان اللي انا اترسبنت فيه، الا لو انا محظوظ قوي بالسيت بتاعي، لكن للاسف انا مش محظوظ، فمضطرين ان احنا هنستخدم صواريخ كتير قوي نطير بيها لحد ما نوصل لقصر البيلجرز. لو بتفكر انت تمشي المسافه دي كلها على رجلك او حتى على حصان او جمل او اي حاجه، فالله يعينك. لاحظوا ان انا النقطه بتاعتي ابتدت تتحرك عن الخريطه، وكمان هتبتدي ان هي تبعد عن قصر البيلجرز، فبالتالي انا كده محتاج اغير المسار اللي انا بتحرك فيه. بدل ما انا بتحرك في نورث الشمال، لا انا هحتاج اتحرك ايست شرق، لان القصر البيلجرز على يمين النقطه اللي على الخريطه. وبعد ما اتحركت كتير قوي ابتدت النقطه البيضه تكبر على الخريطه، وبقينا فعلا قريبين من قصر البيلجرز لحد ما بقى هو اصلا واضح جدا وشايفينه في العالم مش بس على الخريطه. قصر البيلجرز او الودلاند مانشن يا شباب دايما عباره عن 3 ادوار. الدور الارضي هو اسهل دور، بيكون فيه المبات العاديه زي السكيلتون والزومبي الكريبر واحيانا الفينديكيتور، اما الدور الثاني بيزداد صعوبة شوية لان ممكن نلاقي الايفوكر، والايفوكر ده هو اقوى موب موجود في قصر البيلجرز، واحنا جايين اصلا قصر البيلجرز مخصوص عشانه، لان هو اللي بيدينا التوتم اوف اندينج او تميمة الحياة اللي احنا بنحتاجها خصوصا في عالم الهارد كور. الدور الثالث بيكون اصعب من الدور الثاني شوية، ولكن اذا شفتوا الفيديو ده بالكامل اضمن لكم ان استكشاف قصر البيلجرز هيكون اسهل ما يمكن. قبل ما ندخل القصر حابب اشكر المنتسبين للقناة. حاليا ما عندناش غير يوسف، بس هيكون في فقرة مخصصة دايما لشكر المنتسبين سيبين للقناه في الفيديوهات اللي جايه. دلوقتي بقى يا شباب، دايما الجزء السفلي من قصر البيلجرز بيكون عباره عن كوبل ستون، ممكن يكون ممتد للبحر، ولكن المهم ان مفيش اي حاجه جوه الكوبل ستون ده عشان ما نتعبش نفسنا في البحث. لو ما لقيتش المدخل الى قصر البيلجرز ممكن تطلع فوق الكوبل ستون وتكسر الخشب وتدخل عادي. كده كده زي ما قلنا الدور الاول هو الاقل خطوره. هتلاقوا حوالي غرفتين او 3 غرف عباره عن حقل هم عاملينه بيزرعوا فيه الدارك اوك سابلينج او نبته الشجر اللي بيدينا الخشب الغامق اللي هم مستخدمينه في بناء قصر البيلجرز. مهم ان احنا نحط سرير ونضغط عليه كليك يمين عشان لو متنا ولا حاجه نبقى داخل القصر ونستعيد الاغراض بتاعتنا بسهوله، الا طبعا لو بنلعب هارد كور. الشاست موجود بالغرفه دي بيكون جواه دارك اوك سابلينج بس. كمان يفضل ان احنا نشمع اي مكان نستكشفه عشان نقلل من رزبنه المبات في قصر البيلجرز. انا هنا بحط تورتشز رغم ان المكان مضيء بالنسبه لكم، بس ده بسبب ان انا بستخدم موديل جاما، فاحنا نشمع المكان حتى ولو بنستخدم موديل جاما لان برضه المبات هتترسم. واي غرفه ندخلها نبص فوق على اليمين وعلى الشمال ان هم بيكونوا مخبين التشاس فوق. واذا لقيت مكان كوبل ستون عباره عن سلالم دايما استكشف ورا السلم ده، هتلاقي دايما تشاست بيكون موجود جواه احيانا، يعني جولدن ابل او ممكن حاجات تانية. كمان هتلاقي تمثال راس البيلجر معمول من الصوف بالشكل ده كده، لو كسرنا المناخير بتاعته وبعدين دخلنا جواها وحفرنا لفوق هنلاقي كنز هم مخبينه. الكنز ده اللعبة عاملاه كأنها بتمثل العقل بتاع البيلجرز،
لان هم ما عندهمش عقل يعني، فالعقل بتاعهم عباره عن لابس لازولي اللي هي بلوكات اللابس الزرقاء اللي بنستخدمها في طاوله التطوير. كمان لو نسخه ماينكرافت اللي بتلعب عليها احدث من 1.19 في احتماليه انك تلاقي في السنه دي الفكس ارمر تريم اللي بنستخدمه في تقليم الدروع. واحنا طالعين على السلالم الاضاءه غالبا بتكون مظلمه لحد ما، فده بيكون طبعا سبب في ان الموبايلات تكون على السلالم اكتر من باقي القصر. هنحاول نبقى سريعين شويه، وبرده زي ما قلت نشمع كل مكان احنا بنزوره في القصر. هنلاقي غرفه مليانه صناديق تشست، اعرفوا كده ان كل الصناديق دي فاضيه، فلو حابين تفتحوها صندوق صندوق تتاكدوا من كلامي ضيع وقت براحتكم. الموبايلات العاديه سواء الزومبي كريبر السكلتون احنا بنعرف نتعامل معاهم كويس، ولكن الفنديكيتور اللي هناك ده فانا بنصح ان احنا نستخدم البو في التخلص منه. بلاش ابدا ان احنا نقرب منه لانه هو سريع، وفي نفس الوقت معاه الاكس، ضربه الاكس بتكون قويه وبتسبب دمج كبير جدا. والفنديكيتور عاده لما بموته بيسيب اميرالد على الارض، بس مش دايما. كمان هنلاقي اكتر من زنزانه موجوده في الدور الاول في القصر، معظمهم جواهم الموب الجديد اللي هو الالي، كنت انا اتكلمت عنه في فيديو. عشان نروضه بنديله اي حاجه من معانا يمسكها، بس بمجرد ان انا اضغط كليك يمين خلاص بيبقى صديق ليا. في الدور الثاني والثالث هنلاقي الايفوكر يا شباب. الايفوكر هو اخطر موب موجود في قصر البالجرز، لانه بيستدعي الكائن اللي اسمه الباكس اللي هو شبيه الالي، بس هو بيطير وبيخترق الحوائط ومعاه سيف بيضربني بيه وبيسبب ضرر كبير جدا. ولكن الباكس ده عنده نقطه ضعف مهمه جدا ان احنا نستغلها، وهي ان هو بيموت من نفسه بعد مرور دقيقه من استدعائه. فانا بنصح ان احنا نهرب من الفاكس لحد ما كلهم اصلا هيموتوا من نفسهم، ده اسهل بكتير من ان احنا نقاتلهم يعني. وبعد كده لما نواجه الايفوكر يفضل ان احنا يا اما نخلص عليه بالبو من بعيد، يا اما نهجم عليه بسرعه كده قبل ما يستدعي الموب الثاني. الوحش اللي بيستدعيه اسمه فانج، وده عباره عن فك بيظهر من الارض بياكل اللاعب. وطبعا زي ما شفتوا لما بموت الايفوكر لازم بيديني تودم اوف انداين. وبرضه حبيت ان انتوا تشوفوا الفاكس وهم بيطردوني، يعني بيخترقوا الحوائط. بعد فتره مرور دقيقه مثلا بتلاقي ان هم ماتوا من نفسهم بدون ما انا اواجههم خالص. احيانا كمان هتلاقوا غرف سريه. بصراحه اسهل طريقه عشان تعرف ان في غرفه سريه هي عن طريق السبتايتلز اللي مكتوبه على اليمين تحت دي، او من خلال انك تسمع اصوات المبات اللي موجوده في الغرفه، بس لازم الرد فعل يكون سريع شويه عشان ما نموتش. لما نلاقي غرفه سريه وما فيهاش اي صناديق او اي حاجه ذات قيمه، يبقى في الحاله دي نبص فوقينا، خصوصا ان احنا دلوقتي في الدور الثالث. نبني تحتنا بلوكات لحد ما نطلع فوق، هنلاقي ان في بالفعل صندوقين موجودين فوق، ودي كانها غرفه سريه بداخل غرفه سريه. والكنز اللي بيكون موجود جوه الغرفه السريه عاده بيكون شيء كويس، زي هنا في 2 دايموند هو، وكمان في فيكس ارمر تريم. فاحنا دايما ندور على الغرف السريه اللي موجوده في قصر البالجرز. كمان هنلاقي تمثال قطه سودا بالشكل ده كده، وكمان هنلاقي تمثال لدجاجه تشيكن، ودي مجرد حاجات يعني مسليه جوه القصر مش اكتر. برضو في غرفه خاصه بالمكتبه هنلاقي جواها بوك شيلفز كتير، ممكن ناخدهم لو معانا تاثير السلك تاتش على الاكس اللي معانا، هيوفروا علينا كتير قوي. في غرفه كمان لطيفه جدا، وهي عباره عن حلبه مصارعه، عاده بترسبن مثلا 2 سكيلتون جوه حلبه المصارعه دي، بتكون حاجه لطيفه جدا ان هم بيكونوا بيواجهوا بعض مثلا. ونقدر نطلع اعلى الغرفه دي باستخدام اللادرز او السلالم الخشبيه، وهنلاقي صندوق جوه الصندوق غالبا برضو هنلاقي جواه فاكس ارمر تريم لو احنا بنلعب في اصدار حديث بعد 1.19. بعد ما بنخلص استكشاف قصر البيلجرز كله يا شباب واحنا في الدور الثالث، سهل جدا ان احنا نعرف الغرف السريه اللي احنا ما استكشفناهاش لحد دلوقتي، بان احنا بنخرج بره قصر البيلجرز ده ونشوف الغرف اللي بتكون ما فيهاش اضاءه. معنى كده ان الغرف دي انا ما شمعتهاش، يعني انا ما دخلتش الغرف دي، اذا الغرف دي اكيد كانت سريه عشان كده انا ما لقيتهاش. فطبعا نقدر نستغل ان النوافذ كلها من الزجاج ان احنا نعرف ايه هي الغرف اللي احنا لسه ما استكشفناهاش لحد دلوقتي. وعلى سبيل المثال في هنا غرفة مظلمة وما فيش اي اثر للدخول ليها من داخل قصر البالجرز. هركب مود الاضاءة بقى وارجع ادخل الغرفة دي نستكشفها مع بعض. الغرفة عبارة عن شوية بلوكات اوبسيديان عاملين كأنهم شجرة كده، ومحتاجين ان احنا نكسر بلوكات الاوبسيديان دي عشان جواها الكنز. الكنز هو يا شباب عبارة عن بلوكاية دايموند، يعني حوالي 9 دايموند لقيناها من استكشاف قصر البالجرز. بس انا شايف بصراحة ان ده اهم كنز موجود في قصر البالجرز، بالاضافه الى الفاكس ارمر تريم. الظريف في الموضوع ان احنا لو كسرنا
الخشب المقابل لبلوكات الزجاج بتاعت الشباك هنلاقي ان الخشب ده موجود ورا رسمة البالجر اللي شفناها واحنا طالعين على السلالم. بصراحة طريقة عبقرية جدا في اخفاء غرفة سرية بالشكل ده. في طريقة اسهل كمان للحصول على التوتم وهي من خلال ان احنا نعمل الريد فارم اللي انا عملت عنها فيديو. ما تنسوش كمان تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وانتوا جديد هنا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.